السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج فورم 360. البرنامج سهل جدا في التعامل معاه، وبيقدر يعمل لي أشكال كويسة، وأقدر أعمل الأنرجي أناليسيز عليه. خلينا نبدأ واحدة واحدة. وليكن مثلا هنبدأ بإن احنا نعمل شكل، مثلا وليكن مثلا أي شكل بسيط، زي مثلا شكل المكعب دوت اهوت. أبدأ أختار الشكل وأبدأ أحطه هنا. تمام، تقدر تلف من شيفت والبقرة اللي في النص، تقدر تلف حول الشكل كده. تقدر تقول له انا عايز اشوف في 2D، عايز اشوف في 3D، عايز اعمل ووك. تبدأ تتمشى، كان في شخص بيتمشى في المكان دوت. رايت كليك عشان تخرج من القمر او سكيب. ممكن تقول له انا عايز اعمل اوربت بالشكل دوت، تلف حول الشكل. تمام، او تقدر تعمل زي بان تول وتبدأ تنقل المكان الفيو اللي انت عايز تتفرج عليه، او تعمل زوم ان وزوم اوت زي ما انت عايز. تمام، وهتلاقي من هنا ده الخصائص بتاعت اي شكل انت بتعمل تحت عليه. بيجيب لي الاريا قد ايه، بيجيب لي الماتيريال لو في ماتيريال موجودة، ممكن يجمع لي الماتيريال كلهم مع بعض. الماتيريال هي تقدر تضيف اي ماتيريال انت عايزها، تقدر تشوف اللاير، تقدر تضيف ليرات زي ما انت عايز، بحيث تقدر تحط الشغل على لير وتطفيها لو انت عايز. تقدر تشوف الشغل بتاعك بأكتر من طريقة. طيب دلوقتي لو احنا عايزين نبدأ شغل، اول حاجة نقدر نعملها ايه؟ ان احنا نحدد المكان بتاع المشروع. فباجي هنا لوكيشن، وببدأ اقول له مثلا انا عايز المشروع ده مثلا في مصر. ايجيبت، هو اختار الاهرامات. تمام، وتقول له انا عايز امبورت، انا عايز امبورت الساتلايت للمنطقه ديت بالشكل دوت، بحيث تشوف المشروع بتاعك هيبقى موجود فين، هل هينفع يبقى موجود هنا. تمام، وليكن مثلا هناخد المنطقه ديت، وممكن تعمل زوم اوت بالشكل دوت، وبعد كده اقول له فينيش امبورت ايمج، فهيبدا يظهر لي هنا. ولو انا عايز احدد الاكس والواي، بدوس رايت كليك وابدا اقول له انا عايز احدد الاكس والواي بتاعتي، فانقلها لاي مكان انا عايزه. تمام، هي الصوره بس بتتحمل اهو، فينيش. وتقدر تيجي من هنا تقول له انا عايز اسيف الملف دوت، او اعمل له سيف از. تقدر تسيفه على الجهاز بتاعك بامتداد AXM. تمام، او تقول له فايل اكسبورت، هتلاقي امتدادات كتيره جدا، XM، FBX، OBJ، CAT، STL، DAA، Autodesk DXF. البرنامج ده مهم جدا، من ضمن الحاجات المهمه اللي هو بيعملها ان انا ممكن اخد البوينتس من الركاب او من اي برنامج ليزر سكان، ومن خلال البرنامج دوت فورم 360 بحوله للريفت.